نتعدي وتو نحكيو على التغذية كما العادة. معنا نسرين سميتري أخصائية التغذية. كما قلت لكم أول الحلقة باش تحكي لنا اليوم على التغذية المناسبة للناس اللي تعمل السبور. دونك شنو لازم ناكل قبل وبعد ما نعمل السبور؟ نحكيش لهنا كما قلت على العباد اللي هما دي سبورتيف دو او نيفو هذوك عندهم شكون يتبع فيهم وعندهم دي نوتريسيونيست ديما معاهم يقولوا لهم شنو لازمهم ياكلوا بالضبط. اليوم دونك احنا باش حكينا على الانسان العادي اللي مغروم بالسبور ويحب يعرف شنو لازمو ياكل في باتش كوكينغ. باتش كوكينغ. صباح الخير نسرين. صباح نحويلك صافا؟ الحمد لله. هاي قولي. هاي يا سيتي. الوغ اليوم باش نحكيو على الماكله نتاعنا قبل وبعد السبور. قبل كل شيء خلينا نحكيو وديما نحكي اول حاجه على الماء انا. اول حاجه كيما انتريس هي الماء. علاش؟ على خاطر في السبور ما تعرف فما ترانسبيراسيون في السبور الواحد يعرق دونك يخسر الماء. دونك يفو سوغي دغاتي على الاخر يلزم البدن يكون شبعان بالماء. يعني يلزم شربين الماء باش يكون قبل الماكله وفي وسط سامحني قبل السبور في وسط سبور وبعد سبور. حاجة أخرى برش عبيت تقول لك راني نشرب كان في سبور بركة. وي نعرف في سبور يجمع عبيت تخلط حتى 3 إترات راهو في سبور. هو النورمال نستحقه للماء إترتين في النهار أنتخ 1 لتر دمي أ 2 لتر. إذا كان أنا عملت سبور بيان شوف باش نستحق أكثر. يعني في سال دو سبور كان نمشي نترينا يلزم نهز معايا الدبوزة متاعي. يلزمني نشرب قبل ما نمشي نترينا حتى ولو مانيش عطشان ونهز دبوزتي معايا في وسط سال دو سبور. وكي نخرج يلزمني نشرب برشا ماء كيلكو سوا تيب دو سبور سوا ناتاسيون ولا في لي سال دو سبور ولا دو كومبيتيسيون كيلكو سوا لاكتيفيتي اللي باش نعملوها. شربين الماء ابار اللي هو علاش لامبورطونس نتاعو خاطر يعمل هيدراتاسيون. نعرفوا احنا اذا كان العبد يبدا ديزيدراتي حتى البيرفورمانس ما ينجمش يترينا بريك دي يحس روحو افيبلي يحس روحو فاشل ويحس كاريمون حتى بالدوخه كاريمون. العرقان نتاعنا هو الماء اللي خارج من بدنا لازمنا نعوضوه. يعني انا كيما نجم في نترينا ناخذ دبوزتي ايتر ونص نكملها غير يجم يستعمل حتى 3 ايترات. دونك انا اذا كان ترانيت هزيت معايا دبوزه بو ايتر ونص وكملتها ومازلت عطشان السيونس الثانيه يلزمني نهز الزوز البيبي ديما نعمل لحت فوالا افيكتيفمون. واذا كان هزيت معايا كان ايتر ايتر ونص ومازلت عطشان ديك نخرج يلزمني نشرب بريك ديال الماء. وكالعاده نشرب ديما ا 3 غورجي ما نشدش ورا بعض ونشرب الماء يلزمني نشرب ونرتاح ونرتاح بالضبط. حاجه اخرى الماء نعرفوا احنا كي نعرفوا نخرجوا الماء حتى في الاكسبيراسيون كي نتنفسوا تعرف في سبور ما نتنفسش كيما العبد العادي. دونك نلهث اكثر لازمنا نعرفوا كيفاش نتنفسوا بيان سور. وفي كل الاكسبيراسيون يخرج الفابور دو يعني حتى الماء راهو يخرج مش عرق بركه يخرج حتى مع كي نخرج الهواء من فمي. الماء اللي خارج لنا ماهوش ماء عادي راهو ماهوش تو كور دو لو بركه ماهيش الموليكول هاج دو زو يخرج معها لي زيلكتروليت زاد كيف كيف يخرج معها الصوديوم يخرج معها البوتاسيوم يخرج معها المغنيسيوم يخرج معها المغنيسيوم يخرج معها البوتاسيوم يخرج معها الصوديوم يخرج معها الكالسيوم. دونك على هذاك يلزم حتى الماء نتاعي كي نحس روحي هكا نفشل شويه في وسط لونترينمون الماء نتاعي يكون ناخذو كسموثي ناخذ باغ اكزومبل نعطي ان اكزومبل نتاع سموثي ناخذ كعبه بيتراف نيه بيان سور نرحيها ولا في السنتريفيجوز نهبطها اون جو مي بدا بيا ترحيها في الميكسور بور غاردي اللي فيه القشور نتاعها ولا بلاش نقشرها نقشرها ونحطها ناخذ معاها السبناخ ومثلا نعمل معاها 3 كعبات دقله كوم سا انرجيتيك او ميم طون في وسطها لي زيلكتروليت هذوما باش نحس روحي اون فور. كنت مغرومه بالسبور وهذاك سي تري امبورطون اي دايوغ راوهم اللي يترينيو في التنس والكل ميم تاعهم راهو الكولوري هذيك تلقاها ان جو دورونج مع بيتراف واللي قلت عليهم تو زيدهم الماء ولا وحدهم؟ بالماء بيان سور. انا حاجتي بالليكيد انا اللي حاجتي بيه بالليكيد الليكيد نتاعي يكون ماهوش عادي نحط في وسطه برشا مرات انت توتولون ساعتين اللي تترينا ولا ساعه ونص نشرب كل ما نسحق نشرب دي بتيت غورجي باش ما تتعبش. داكوغ في اترامي معناتها في اترامي بالضبط. بي الوغ مثال فما برشا هو نجم ناخذ الاناناس باغ اكزومبل المعدنوس ولا السبناخ في وسطهم بوتاسيوم صوديوم. الكوكتيل هذايا بنين برشا مطعم ومعاهم كعبه الفقوس نجم نرحيهم مع الماء. دونك منه يرويني ما نبداش نبدا ديزيدغاتاسيون نبعد عليها ومنه يدخلوا لي ليزيلكتروليت باش نبدا انا اون فورم وباش نعطي ما عندي في سبور سينو تحس روحك تعب وما تكملش السيونس نتاعك. وبرشا عباد اخذ عملوا لابونمون نتاع سبور ويبطلوا يقول لك راني تعبت وما لقيتش روحي ولا الراف العباد يتراني وانا في ساعه ما نتعب. راهي سافا اتخ بتي تابتي واعرف شنو تاكل. كان العبد عنده برشا ما عملش سبور ما احنا هكاك نقعدوا بعد نذكروا روحنا. دونك العبد اللي عنده برشا هو نزار مش عليك مش عليك العبد اللي عنده برشا ما عملش سبور دونك حتى كيف يرجع واحده واحده بشوي حتى اللي عنده ما عندوش برشا يقول لك راني صبحت من غدوه
كورباتوري راهي الماكله تدخل فيها كان تعرف روحك تاكل من بعد ما تحس بالكورباتوري والفاتيغ الكبيره هذيك. بالنسبه قبل ما نترينيو قبل ما نبداو نترينيو يلزمنا ناكلو اما 2-3 اور قبل لونترينمون، اما مش نعبيها من هنا توا الفطور ونمشي نترينا. تعرف كي نعبيها دوك ديجستيون مازلت ماهيش ماكلتي ديجيري، دوك كي باش نقز انا على التابي ولا على ولا ستيب ولا اي حاجه ولا باش نعمل الزومبا باغ اكزومبل، اي فوالا دونك الماكله شتو اللي طالعه هابطه كان عندي دي بروبليم فوالا نتاع الغفلو، دوك لازم تكون ماتي فارغه ما عندي حتى شيء اما انا شبعان فوالا، يعني 2-3 اور قبل الماكله. وحاجه اخرى لازم 10 مينوت قبل ما نترينا ناخذ اون بتيت كولاسيون. الكولاسيون ديفير من الاكتيفيتي اللي باش نعملها. كاين انا باش نعمل كارديو دونك فما كولاسيون، كيف باش نعمل دون مسكولاسيون زاد كيف كيف فما اون كولاسيون. اذا ما يبداوش كيف كيف لا ماهمش كيف كيف. الكارديو حاجه والمسكولاسيون حاجه اخرى. شنو لازم ناكل؟ الوغ بالنسبه للكارديو دونك يلزمني حاجه في وسطها دي غلوسيد. اول حاجه انا باش نترينا شي يلزمني يفو دو لينيرجي كلكو سوا باش نعمل مسكولاسيون ولا باش نمشي نعمل انا الكارديو يفو دو لينيرجي. لينيرجي في فورما لينيرجي نتاعي منين باش نجيبها؟ راني منيش من الهواء، راهو كل حاجه ايتودي باش نجيبها من الماكله نتاعي اللي هي لي ماكرو من البروتينيات السكريات والدهنيات. كي نقول سكريات راه ماهوش سكر، راهو سكريات اللي نلقاها في الخبز القمح، نلقاها في الغله، نلقاها في سكر الحليب، نلقاها في الكسكسي في المقرونه اكسيتيرا. دونك انا ساعتين ثلاثه سوايع قبل نبدا انا ماكله ان روبا بيان اكيليبري، يبدا يكون كاني مثال باش ناخذ فطور صباح يكون اكيليبري، بعد ساعتين نمشي نترينا، كان فطور نص نهار بعد ساعتين ثلاثه نمشي نترينا، وكان في الليل مثال نتعشى عشيه ساعتين ثلاثه ونمشي نترينا. الوغ الماكله نتاعنا دوك تكون بيان اكيليبري في وسطها باغ نتاع روز ولا نتاع كسكسي والعباد اللي يخدموا باغ كونتخ يخدموا ياسر الميوسكول يحبوا يعملوا الميوسكول ويكبروا في الماس ميوسكولير نتاعهم، يركز على الروز على الشوفان على الكينوا، يعمل حاجات هكا اللي باش تحسن له اللي فيهم اكثر بروتيين كيما لافوان فيهم اكثر. باش ما يقعدوش شاشه ياخذوا البروتيين اللي مش فوالا اكزاكتومون. والله البروتيين ماهوش ناتوريل دي فوا نستحقوا له للعباد اللي بيرفورمانس قويه برشا برو عباد برو فوالا لي بروفيسيونيل هذاك يعرفوا كيفاش يستعملوا اللي اتيودي كيما قلت انت نيوتريسيونيست اللي تبع فيهم راهم فيهم دي دوزاج تري بريسيز على خاطر قد ما تكثر من البروتيين راهو ما تنساش عندك كلاوي راك تنجم تفسدهم، راهو لك خاطر البروتيين فيهم دي ديشي اللي هو الازوت راهو يقلق الكلاوي على الاخر، فما كونتيتي دو تتبدل زاده لازم شربين برشا ما باش انت تو ايليمين دونك ما يقومش العبد وحده يمشي ياخذ هكا برشا استشاره فوالا على بعض وشدوا البروتيين دبوزه اللي باش تشدوا جمعتين تشدوا في اربع ايام. دونك قبل كي نبداو عندنا الكارديو ناخذوا حاجه فيها دي جلوسيد باغ اكزومبل 10 مينوت هذيك الكولاسيون، ناخذوا باغ اكزومبل لا فاموز بانان اللي هي معروفه للسبورت عند لي سبورتيف فوالا. البانان علاش البانانا؟ على خاطر السكر نتاعها ديجا تحس روحك تشبع كي تاخذها، سكوندو ان نوتراليز تعمل نوتر ترد البي اتش نوتر نتاع المعده نتاعنا دونك لاسيديتي باش ما كي تتنقز والكل ما تحسك ما تحسش الجاري هذاك في وسطها المغنيزيوم في وسطها ديزيلكترونيك اي لي تري ريش لا لا باش يعاوننا. ومعاهم ناخذوا لي زابريكو سيرتو لي زابريكو سيك هاكا فيهم الالياف في وسطهم ديزيلكتروليت وفي وسطهم زاد السكر اللي الباهي هذايا بالنسبه للعباد اللي يعملوا الكارديو. تترين على روحك دابوست الماء ديما بحداك ما تنساهاش، واذا كان نعرف روحي نفشل في وسط لونترينمون راني دابوست الماء نتاعي مش عاديه فيها دي سموثي كيما ليكزومبل اللي انا اعطيته. بعد لونترينمون كي يبدا كارديو بيان سور بعد لونترينمون اذا كان حسيت روحي جيعانه ولا ماجوريتي نتاع العباد تقول راني نعمل ريجيم عملت سبور راني زدت في الميزان اي اما اسالها وقولها شنو تاكل تقول لك انا راني كملت لونترينمون من هنا بحذا سال دو سبور فما باتيسري فاست فود ولا حزيت قلبي شويه وتبدا متهنيه ولا وتبدا متهنيه وشيخه على روحها هذا عملت سبور ديجا سافا ماناش نحكيو على حتى حد موجود معنا في الاستوديو حتى حد مش انا ماكش انت الوغ الحصص الجايه باش نعمل دي ريجيم انا ان شاء الله نتبعكم في الريجيم ان شاء الله وهي ما بين ثلاث ايامات انا كل نهار حد كي نروح من هنا نحكي لك يروح متأزم كل كل مره ضميري ان ابني كل بعد اللي تقولوا نسري الكل يلا نكملوا نكملوا بعد لونترينمون تاعنا اذا كان جيعان ناخذ ان بلا باهي واكيليبري ناخذ سلطه نتاعي ناخذ بورسيون دو بروتيين سوا جيس سوا الحوت سوا لي اسكالوب ولا الحم الفو وناخذ باغ نتاعي نتاع لي جلوسيد كوسكسي مقرونه ويكون بلان دو ليغوم يعني الكوسكسي نتاعي فيه الكروم في وسطو اسفناري في
فيستو الخرش وفيستو الجناريه كيف كيف. حتى المقرونه هي الاكثريه اللي ما تجيش فيها خضره من ننصحكم حطوا فيها اسفناريا والخرش والجناريه وتتراول بنا اللي فيها بنزرتيه هذي على خاطرين دي الوغ. بالنسبه للعبيد خاطر عندنا مشكله الوقت, تقول لك راني انا بعد انا راني نخدم ولا ما عنديش الوقت. فما لي باغ سيريال هذيك اللي بالشوفان تنجم تعملها وحدك في الدار, تاخذ شوفان تحمر شويه في الفوخ, من بعد تاخذ شوكولا نوار تعمل بان ماري تذوبها هكا ماء سخون من تحت لزبده لحتى شيء تحط فيها, وتاخذ في سيليكون دي مول ان سيليكون تحطك الشوفان نتاعك, تحط في وسط طرف زبيب ولا لي زابريكو سيك تقصهم صغيرات, تنجم تحط معاهم البنان تقصها في الصغار بيان سور, مش البنان الشيحه نو البنان وتصبك الشوكولا تخليها ترتاح شويه في الفريشيدير تبرد شويه, بعد تحطها في الفريشيدير تهزها معاك انرجيتيك على الاخر ترجع لك ولا لخاطر البدن هو شنو نعمل في الكارديو انه البدن يهزك الجليكوجينك السوك الزايد اللي عندي مخبي في الدم وفي الميوسكل والكبده ياخذوا باش يستحقوا. بعد البدن اذا كان فراغ الغذائي يحسك بالفشله احنا نعوضوه باش ما تحسش باش من غدوه ولا بعد غدوه تمشي تعمل سبورك مغير وجاية ما غير لا كورباتور ني فاتيغ اوسي. للعباد اللي تعمل مسكولاسيون قبل المسكولاسيون بيان سور كي نقول مسكولاسيون شنو نقول؟ نقول ميوسكل هي اسمها على جسمها يعني انا باش نكبر لا ماس مسكولير نتاعي. لازمني نغذي الميوسكل. لازمني نغذي الميوسكل بيان سور الناس الكل تعرف باش نغذي غذي الميوسكل نتاعي بالبروتيين دوريجين انيمال وفيجيتال مي سيرتو الانيمال. دونك انا قبل لونترينمون نتاعي 2 اور 3 اور ناخذ لو بلا ايكيليبري في بيان سور شويه نشويات اللي كسكسي ولا روز ولا الشوفان باش نجم انا نعطي الطاقة ونأخذ باغ بروتيين باش تكون اكبر شويه بركه من جماعه الكارديو شويه بركه باش ما ندخلش في مشاكل نتاع الكلاوي. دونك نفطر على روحي وبتيت كولاسيون اللي باش ناخذها الدرجي نقبل للمسكولاسيون باش تكون باز دو بروتيين, سواء نهز معايا عظمتين مثل نتاع السمان باغ اكزومبل صغيره ولا كاريمون عظمه نجم نهز معايا لي باغ بروتييني هذيك نجم نعملها وحدي زاده كيف كيف اللي فيها سيريال والا نعملها بالعظام والشوكولاته بركه تترك وتتحط في الليمون ولا ناخذ حاجه بروتيين. يقول قايل علاش بروتيين؟ خاطر انا كل ما نعمل اكتيفيتي نتاع مسكولاسيون باش نهز الرزين انا شي يصير لي فيبر مسكولير تنجم تصير لهم دي بتيت ليزيون, كل ليزيون هذوكم يلزمهم بعد يرجعوا ريجينيراسيون يلزمها تصير, نعملوا ريباراسيون نتاع لي فيبر مسكولير نتاعنا بالبروتيين. كيف كيف بعد ما نكمل لونترينمون نتاعي وكالعاده ما ننساش الماء, يلزمني بعد لونترينمون ناخذ زاده كيف كيف لي بروتيين ومعاهم الماء اللي في وسطهم لي زيليكتروليت اللي حكينا عليهم لي سموثي نتاعنا, وناخو باغ اكزومبل وقتها يمكن ياسر نستحق لي البروتيين البودغ هذوكم. اذا كان نصبح من الغدوه مثال بعد من لونترينمون ماشي باش نخدم وقتها ما نجمش نروح للدار باش ناخو الباغ نتاعي نتاع البروتيين, ناخو الباغ بروتييني باش نعوض باش نجم انا نرتاح كي تعمل مسكولاسيون ترتاح 48 اور خاطر تصير ريجينيراسيون نتاع المسكول نتاعي كابخي 48 اور باش نرجعو 48 اور ونعمل المسكولاسيون نتاعي سينو راهو اذا كان باش ما تاكلش صحي والا تحرم روحك كاريمون ما تاكلش خاطر تحب تضر روحك وقتها وتزيد الميوسكول صحيتك شد روحك ولا ماكش بتنجم تترينا كل يوم تحس روحك فاش تقول غدوه تنترينا للي تضرب فوالا جمعه وما تمشي تترينا وتوقف السبور نتاعك فوالا. ميرسي بوكو نسرين يعطيك الصحه. دونك برشا نصائح لهنا ان شاء الله يكونوا فادوكم.